Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools. هسه نكمل مادة الباراسايت. نشرح هاي المحاضرة، محاضرة الإكنوكوكس جرانيلوسيس، فد ديزيز شائع كلش ومهم، اللي هو راح يسبب الهايداتسيست. هذا هي الأكياس المائية أو الهايداتسيست، فد مرض مهم. طبعا ما بقى شيء على امتحان الباراسايت، فنحاول نكمل ان شاء الله راح تخلص. هاي ثالث محاضرة اشرحها، يبقى اثنين والعملي ان شاء الله تكمل يعني قبل الامتحان. فنشرح هاي المحاضرة الإكنوكوكس جرانيلوسيس. الإكنوكوكس جرانيلوسيس اللي هو يسموه الهايداتد ورم او الهايبر تيب ورم او الدوغ تيب ورم، زين، is a cycle of fillid cystoid that parasitize the small intestines of canid as an adult, but which has important intermediate hosts such as livestock and human, where it causes the hydatid disease. الإكنوكوكس جرانيلوسيس هذا الباراسايت، خلينا نشوف هو أول شيء شنو ينتمي. هو هيلمنث أكيد من الديدان، يا فصيلة بالتحديد سيستود. السيستود احنا قسمنا الهيلمنث بأول محاضرة إلى قسمين رئيسيات، نيماتود اللي هي قلنا عليها الراوند وورم اللي تكون اسطوانية أو راوند، زين، والبلاتي هيلمنث اللي قلنا عليها فلات. وقلنا البلاتي هيلمنث أقسمها إلى اثنين، تريماتود أو تريماتودة اللي هي ذا النيتش اللي يكون الفلوكس اللي أخذناها تشستسوما مثلا، والليفر فلوك بأول محاضرة، وأكو بعد محاضرة انتستانال فلوك هم ناخذها. ذا النيتش يسموها شنو؟ الفلوك اللي تكون مثل الورقة الليف لايك، قلنا اللي هنا التريماتود. هذا الإكنوكوكس جرانيلوسيس ينتمي للسيستود. السيستود اللي حكينا عليها وقلنا انه هي تكون شنو؟ سيجمنتد، مفصل يعني بيها سيجمنت. هسه راح ناخذها نشوف شكلها مثل ما تشوفون. سيجمنتد السيستود مثل هاي الإكنوكوكس جرانيلوسيس تكون سيجمنتد. فشي يسموها؟ يسموها تيب ورم، يسموها مرات التيب ورم. السيستود مرات يسموها هاي الفصيلة التيب ورم، يعني الدودة الشريطية مثل ما تشوفون، مثل الشريط وسيجمنتد، زين. طبعا السيستود ايضا تكون خنثيه، وراح نشوف ليش خنثيه بيها. ليش؟ لانه بيها الميل اند فيميل ريبرودكتيف اورجانز موجوده بنفس الكائن. هسه ناخذها، وهاي ما بيها جت، ما يعني ما بيها جي اي تي، ما بيها ماوث، زين. راح نشوف انه دايركت ابزوربشن. وهذا الإكنوكوكس جرانيلوسيس الادلت وين تكون؟ الادلت ما تصيبنا احنا، هاي اللي هسه نشوفها، هاي اللي هي الادلت، هاي الادلت ورم، هاي ما تصيبنا احنا، تصيب الديفينيتيف هوست. من الديفينيتيف هوست مالتها او الفاينل هوست مالتها؟ الدوغ، الكانيدز اللي هو الكانيدز اللي هي الدوغ، الولف، الذئاب، الكلاب والذئاب، اكثر شيء الكلاب. فهي تصيب الادلت فورم مالتها، الادلت اللي هاي تصيب الـ small intestines of canid اللي هو as an adult. لكن احنا نعتبر intermediate host. الـ intermediate host احنا ومنو ذني؟ الكاتل والشيب، يعني الأبقار والخرفان وغيرها، زين. فبينا تسبب لنا الـ hydatid cyst. السيست هنا ما يعتبر هو الـ adult form، هو يعتبر اللارفال ستيج او طور اليرقة. اذا الإكنوكوكس جرانيلوسيس بي يصيب ديفينيتيف هوست وانترميديت هوست. احنا انترميديت هوست، الانترميديت هوست اللي هو احنا ما يكون بداخلنا الادلت، ما يجينا الادلت فورم مال هذا الباراسايت، يجينا الطور اليرقة، ننصاب بالايج احنا وتتحول الى يرقة، يسبب لنا الهايداتد سيست، زين. بينما داخل الفاينل هوست اللي هو الدوغ، فتكون هاي الادلت فورم، هي اللي هاي ما تصيبنا، تصيب فقط
الدوغز، وهسه راح ناخذ تفاصيل اكثر ونفهم اكثر هذا الحكي. المورفولوجي، this is the smallest of all tapeworm، اصغر tapeworm من ناحيه الحياه، يعني هاي كلش صغيره، يعني هاي الادلت هسه كوصف الادلت ايش قد 3 إلى 9 مليمتر، 3 إلى 9 مليمتر، يعني أقل من 1 سنتيم. With only 3 broglotid. شنو هاي البروغلوتيد؟ إحنا راح نشوف البروغلوتيد هي ذني السegments مالتها. إحنا مو قلنا segmented السستود، فراح يشوفون إنه هاي segment وهاي segment وهاي segment. إذن only 3 segments بيها، 3 proglotid. وراح نشوف هسه تفصيلها شنو هذن البروغلوتيد وشو شكو بيها. The adult tapeworm ranges 7 millimeter in length، قلنا 3 إلى 9 كمعدل 7 in length، ممكن عرضها 3 millimeter in width، هذا مو مهم. The body consists of 3 proglotid. البروغلوتيد قلنا هن segments ذني، بيها الماتشور وان اماتشور بروغلوتيد، و like all بروغلوتيد and a graved بروغلوتيد. هسه راح نشوف شنو هذا، راح نشوف انه راح هذا تركيبها. هاي الصوره ما موجوده بالمحاضره، اني ضفتها. مين تتكون هذا الادلت اللي احنا قلنا ما تصيبنا تصيب الدوغ؟ تتكون من الهيد واللي يسموه السكوليكس، هذا هو الهيد أو السكوليكس. شبيه هذا الهيد بي سكرز اللي هي تساعدها على الالتصاق، السكر يساعدها على الالتصاق، وبيها هوك أو يسموه روستلم، هذا يسموه الروستلم، هذا كله يسموه روستلم، ويطلع من عنده هوك هم يساعده بالالتصاق. إذن بيها هذا الهيد، افتهمنا. وبيها قلنا هي سيستود سيجمنتد، بيها 3 سيجمنت، هاي 3 بروغلوتيد أو سيجمنت. أول سيجمنت تكون إماتشور بروغلوتيد، إماتشور يعني هنا شنو الريبرودكتيف أورغانز إماتشور، بعدها غير ناضجة، وراها الماتشور بروغلوتيد اللي بيها هنا شنو بيها هاي التستز والأوفري، قلنا هي خنثية تست، يعني هم تستز هم أوفريز، زين فيجاينا وكل ذني الستركتشرز اللي هي الريبرودكتيف بس تكون ماتشور. وآخر شيء يسموه الجرافيت، هذا اليوترس، هنا اليوترس الجرافيد بروغلوتيد هو اليوترس واللي تنطرح منه الايج، مرات الايج تنطرح وحدها ومرات الجرافيد بروغلوتيد كله ينطرح. زين هذا هاي وين تعيش؟ داخل السمول انتستين، قلنا وين داخل السمول انتستين مالت من مال الدوغ، فراح يصير شيدنج من تكمل يعني داخل الدوغ يصير شيدنج بيها، ويطلع هذا يا اما قلنا يا اما الايج وحده يا اما الجرافيد بروغلوتيد، تطلع الايج وين ويا الفيسز مال الدوغ، وممكن تنتقل انه تنتقل تصيبنا احنا الانفكتيف ستيج، هي الامبريونيتد ايج الانفكتيف ستيج اللي تصيبنا انه تصيبنا انه ممكن تصيب الكاتل والشيب داخلنا، راح تتحول راح ناخذها بدورة حياتنا، تتحول الى طور اليرقة او اللارفال ستيج اللي يسوي لي السيست، هذا الكيس المائي. لذلك احنا ما تصيبنا الادلت مثل ما هسه حكينا. زين بيها 4 سكرز، قلنا هذني السكرز هنا، هذا ذني 2 ومن ورا 2، اكو 4 سكرز موجود بالهيد مالتها. وبيها الروستلم، هذا الروستلم قلنا هذا هو الروستلم، وطالع من عده الهوك. زين الهود هذا السكوليكس الهيد وبي هوك، هنا مخربطة ما مرتب طبعا، هو مجرد دا يحكي يقول لك انه اكو سكوليكس الهيد والهيد بي سكرز 4، واكو روستلم، هذا الروستلم طالع من عده هوك، هذا الحكي ليش؟ لان ما مرتب شوية الكلام. واكو نك همينة وذن السيجمنت الاماتشور والماتشور بروغلوتيد والجريفيد، هذا تركيبه، عرفنا هذا التركيب. دورة الحياة، زين هسه راح نشوف شنو هاي دورة الحياة باختصار. اني عندي هذا دوغ أو وولف، وقلنا إحنا هذا الدوغ أو الولف شنو بداخله؟ أكو أدلت، الأدلت بالسمول انتستين مات، هاي الأدلت داخل السمول انتستين اللي هي هاي الشكلها اللي هسه قبل شوي وصفنا، هذا الشكل الأدلت، هذا قلنا راح يصير شيدنج وتطلع الإيجز، تطلع الإيجز
طبعا الايجز اول ما تطلع هي امبريونيتد زين، يا اما تطلع الايج يا اما اليوترس كله يطلع. المهم هاي الامبريونيتد ايج اللي هي شنو، هي الانفكتيف ستيج. هاي الامبريونيتد ايج اللي هي بالفيسز راح شنو، يا اما تصيبنا انه يا اما تصيبنا انه زين، هي فيكال اورال تنتقل، فيكال اورال تصيبنا انه، او شنو، او تصيب احنا انترميديت هوست، احنا واذر انترميديت هوست اللي هي مثل شنو، الخرفان، الشيب، الجوتس، الكاتل زين. فهاي الايج فيكال اورال بالكونتامينيتد فود ووتر راح تدخل انه زين. هاي الامبريونيتد ايج من تدخل انه وين تروح؟ بالانتستين، يطلع في شيء اسمه اونكوسفير. هذا الاونكوسفير هذا سداسي، يعني بي 6 هوك، مرات يسموه هكسكانث او هكسانث او هيك شيء، يعني سداسي. هذا الاونكوسفير يطلع وش يسوي؟ يسوي بينتريشن للانتستينال وول. مو دخل هنا، وين يروح؟ للانتستين زين. ورا ما هنا وصل للانتستين يسوي بينتريشن زين. هذا مو فقس الاونكوسفير يسوي بينتريشن للانتستينال وول. ورا ما سوى بينتريشن للانتستينال وول طبعا وين يروح؟ ممكن يروح هسه يصير له ديسيمينيشن، يروح للليفر، يروح لللانج، يروح للبرين. شو يسوي؟ سيست، الكيس المائل، حادات سيست زين. فهذا الاونكوسفير مو طلع وسوى بينتريشن، راح للليفر لللانج سوى لي سيست، اللي هو قلنا شنو، هذا اللارفال ستيج. اللارفال ستيج طور اليرقه. ليش؟ لان احنا انترميديت هوست ما تكمل دوره، بالانترميديت هوست ما تكمل دوره الحياه، توقف عند اللارفال ستيج. بينما زين بينما داخل الدوغ تكمل. هسه هو كون هاي داتا سيست بينا احنا كانترميديت هوست او بالخرفان، احنا نعتبر ديد اند هوست، يعني خلصت اليمنة وتنقطع دورة الحياة. ليش؟ لان ماكو تشلب راح يجي وياكل هيومن، يعني نادرا هالشي، يعني كل ممكن ذئب بس هالشي نادر. فاحنا نعتبر ديد اند، يمنة توقف دورة الحياة، بس الخرفان والشيب والكاتل والهاي ممكن الدوغ يتغذى عليها. ف يعني هم يعني ك على المرات شنو الميتة، يعني هي ممكن يكون ميت ويجي يعني. فالمهم راح يجي الدوغ يتغذى على هذا الليفر مثلا، اخذ الليفر مال الخرفان. فش يطلع من داخل هذا السيست، هو مو هذا مثلا الخروف بالليفر مالته مصاب بالهايداتسيست زين، بالليفر مالته اكو هايداتسيس. فيجي الدوغ شنو يتغذى عليه، شي يطلع من هذا السيست، يطلع في شيء اسمه البروتو سكوليس فروم ذا سيست. هذا البروتو سكوليس هسه شنو يعني داخل وين؟ داخل الجسم الدوغ، يطلع يتحول الى سكوليكس اتاش بالانتستين. هذا كله داخل الدوغ الى ان يتحول الى ادلت بالسمول انتستين اوف دوغ، خلصت دوره الحياه وتنعاد زين. فهي هاي اللايف سايكل. The adult worm، قلنا الادلت وين يكون؟ بالسمول انتستين اوف دوميستيك اند وايلد كارنيفورس انيمال، اللي هي الدوغ والولف. قلنا هاي الادلت اللي هي هاي شبيهه، قلنا يصير شيدنج وتطلع الايج. الفارم انيمالز اور مان انجست ذا ايج، احنا ناكل هاي الايج كونتامينيتد فود اور ووتر. الايج يصير بيه هاتشينج، تفقس ويطلع الاونكوسفير. وقلنا هذا الاونكوسفير ايش راح يسوي؟ بينتريت ذا وول اوف سمول انتستين وينتقل الى ديفرنت اورجانز وديفلوب انتو هايداتد سيست كونتيننج اللارفا، اللي هي قلنا سميناها اللارفا او البروتوسكوليس او الهايدات سانت. هسه راح نعرف تركيب الهايدات سيست بالضبط شكو بي. وين اذر انيمال كونس، الاذر انيمال ايش يقصد بيها؟ الدوغ اللي هو الفاينل هوست، من ياكل the infected organs، يعني ياكل الليفر مثلا، او يعني اكثر شيء ممكن ياكل الليفر مال الخرفان مثلا. ف شنو البروتوسكوليس؟ قلنا هاي البروتوسكوليس تطلع من السيست، escape the cyst enter the small intestine وديفلوب، قلنا تتحول الى سكوليس
سكوليكس بعدين تتحول إلى أدلت، وهاي هي دورة الحياة. زين هسه هاي هم صورة أنا ضفتها هسه ندرس عليها نشوف الهيداتسس شكو بداخله. الإكنوكوكس إيجز when swallowed by man produce embryos that penetrate the small intestine. قلنا الأونكوسفير enter the circulation and form cysts. تروح بالليفر لللانج للبون للبرين للكيدني. زين the cyst is round and measure 1 إلى 7 سنتيمتر in diameter. كبير السيست، يعني السيست هذا يوصل حتى 7 سنتيم، although it may grow to be حتى توصل إلى 30 سنتيمتر. السيست كبير يوصل حتى 30 سنتيمتر. راح نشوف مين يتكون هذا السيست. خلينا نكبر هاي الصورة ونشوف هذا السيست مين يتكون. السيست يتكون اكو لاير خارجية اللي هي الكونكتيف تيشو. هاي اللاير الخارجية احنا كوناها فايبرس، فايبرس كونكتيف تيشو، مو هو بتركيبة، احنا كإميون ريسبونس عليها حوطناها فايبروسيس حتى ما نخليها تنتشر. فهاي اللاير الكونكتيف تيشو احنا سويناها. زين اكو بعدين شنو اللامينر لاير اللي هي اللاير مالت السيست نفسه، يعني لامينر لاير. زين هاي اللامينر لاير هي فت لاير اي سيلولار بروتكتيف، الها ما بيها اي سيلولار، يعني بيها مجرد تيوبلز اند امينو اسيد وغيرها، فما بيها سيلز. اي سيلولار اي نيوكليير لامينر لاير. زين واكو جيرمينيتنج لاير. جيرمينيتنج لاير هي من اسمها جيرمين، هي اللي يطلع من عندها، اللي راح تتكون من عندها هذا البروتوسكوليكس اللي هي اليرقه، البروتوسكوليكس جيرمينال لاير. زين فهاي الجيرمينال لاير راح يطلع من عندها، يطلع من عندها يصير جيرمينيشن، وتطلع من عندها ذني. ذني شنو اللي شي يسموهن، يسموهن البرود كابسول. زين البرود يطلع من عندها فشي اسمه البرود كابسول. شكو داخلها ذني شنو اللي البروتوسكوليكس، ذني البروتوسكوليكس. وهاي اتاتشد باي زين ترتبط بالجيرمين جيرميني، مو هاي الجيرمينال لاير، مو هاي هنا هذا الارتباط، هذا يسموه ستيم اور ستيم، هذا الستيم الارتباط اللي يربط البرود برود كابسول بالجيرمينال لاير. زين وقلنا هاي البروتوسكوليكس هذا الستيم. زين مرات هذا شنو البرود كابسول يتحول، يعني ينفصل كليا عن الجيرمينال لاير. اذا انفصل عن الجيرمينال لاير شو يسوي لي؟ يسوي لي دوتر سيست، يعني هايداتا سيست بطن هايداتا سيست، يسموه دوتر سيست. زين مرات يصير بيه رابتشر، هذني يصير بيها رابتشر، هذا البرود كابسول والدوتر سيست يصير بيها رابتشر. اذا صار بيها رابتشر زين وطلع من عده البروتوسكوليكس، هنا صار بيه رابتشر وطلع من عنده، شو اسمي هذا؟ يسموه هايداتا ساند، هايداتا ساند. فهذا تركيب الهايداتا سيست، يعني بشكل the cyst consists of an outer anuclear. anuclear يعني ما بيها نيوكليس، ما بيها سيل، anuclear هايلين، مادة هايلين cuticle and an inner nucleated germinal layer. الجيرمينال لاير لا هي جيرمينال، إذن هي سيلولار. نيوكليار لاير هي اللي راح يطلع من عندها البروتوسكوليكس وذني البرود كابسول والدوتر سيست، كلها تطلع من الجيرمينال لاير. زين واكو فدي يلو الفلويد، هذا يلو فلويد دوتر سيست، قلنا هاي الدوتر سيست. طبعا هنا اكو فد مثل الخطا او فد شيء، يعني هو مو كاتب انه دوتر سيست اتاتش تو ذا جيرمينال لاير، although some cyst known as the brood cyst may have only larvae or hydata sand. Man is a dead end host. هنا شوية ترتيب الكلمات مو واضح، مو مثل ما هنا الصورة كلش توضحه، انه انا عندي brood capsule، البرود كابسول هو attached، اذا انفصل يسموه daughter cyst. هنا شوية كترتيب الكلمات مو واضح، فتعتمدوا على الصورة حتى للفهم يعني. زين وقلنا المان هو dead end host. ليش dead end host؟ لأن ما تنتقل من عندنا، إحنا إذا انصابينا بهايداتا سيست ما إحنا ما نسوي infection ما ينتقل من عندنا الغير شخص. زين ولا ينتقل من عندنا للدوغ، ما يرجع، هو مجرد سيست، وهذا السيست وين يكون؟
بالليفر، فهو بعد ما يعدي، احنا ديد اند ما ننقل، ماكو ايج حتى تنقل، احنا ماكو ايج، الايج ينتجها الادلت، الادلت موجود بالدوغ، فاحنا نعتبر ديد اند هوست. زين السمتم هسه انا هذا هاي داتا ست، هو في السيست وصل حتى حجمه 30 سنتيم بالليفر بالبرين، ايش تتوقعون؟ اغلب الساون والسمتم هي بريشر افكت، فد ماس دي يسوي بريشر افكت. زين the symptom comparable to those of كأنه slowly growing tumor، كأنه فد benign tumor حسب اللوكيشن. مثلا اللارج ابدومينال سيست يعطيك شن في الديسكومفورت، في دي تيومر، في ماس، ممكن يسوي لك هذا كونستيبيشن، ممكن يسوي لك نوزيا وفوميتنج حسب مكانه. الليفر سيست ممكن يسوي لك اوبستراكتيف جوندس. طبعا اذا السيست سدلي البايل داكت شي يسوي لك اوبستراكتيف جوندس. زين اذا سد البايل داكت، زين همينة اذا بالليفر يسوي لك ابدومينال بين، زين نوزيا وفوميتنج كل هاي. Peribronchial cyst may produce pulmonary abscess. راحت لللنج، باللنج فد 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 cyst or فد مثل التيومر وضاغط على اللنج، شيء كأنه abscess يسوي pulmonary، كأنه هو مثل الابسس. وممكن يسوي لك حتى شنو، طبعا دسنية وكاف أكيد، وهيموبتسيس يسوي erosion للبلد فيزل ويقح دم، ممكن في misdiagnosis يصير عبالهم تيبي او هيج. بالبرين طبعا بالبرين بريشر افكت، ويزود الانتراكرينير بريشر ويسوي لي جاكسونيان ابيليبسي. شنو هاي جاكسونيان ابيليبسي؟ يعني صرع، نوع من انواع الصرع، زين، او السيجر اللي تكون هاي فوكال بارشال، يعني تكون فوكال حسب مكان السيست، ما تكون generalized، تكون focal epilepsy. زين وطبعا حسب مكان، إذا كان على الموتر area راح يجي motor symptoms، إذا على السنسري يجي sensory symptoms. زين الكيدني سيست ممكن تسوي لك renal failure و renal dysfunction، طبعا لأن هي ممكن تسد الجلوميرولاي وتسد الجي يعني تقلل الجي اف ار، وبالتالي يدخل بحالة renal failure. The content of a cyst may produce anaphylactic response. لو أثناء السيرجري، هذا طبعا أغلب الحيدات السيست أفضل العلاج إليه شنو هو السيرجري ريموفل، لكن السيرجيكال ريموفل ممكن يسوي رابتشر، وإذا طلع هذا الحيدات ساند فشي يسوي لك allergic response، وممكن يدخل بحالة anaphylactic response. anaphylactic response يعني severe allergic response generalized، يعني يدخل بحالة شوك. الالرجي احنا نعرف الالرجي هيستامين، وهذا الهيستامين شي يسوي لك؟ نعرف انه يسوي لك فازودايليتيشن. من تكون هاي سيستميك، كل البلد فيزلز صار بيها سيستميك فازودايليتيشن، شنو الضغط يقل، فيدخل بحالة شوك، يقل ضغطه كلش، وهذا خطر. لذلك لازم يكون تكون هاي العملية دقيقة، عملية ازالة السيست حتى ما تسوي لك انافيلاكتيك ريسبونس. leakage of fluid from the cyst اللي هو الساند يسوي لك eosinophilia. احنا نعرف الallergic response هو شنو؟ eosinophil mast cell histamine، فصير eosinophilia عد. اذا صار rupture as a consequence of a trauma، أو مرات trauma هو عد liver cyst وجدت ضربة قوية على الليفر، ممكن يصير rupture، كلش dangerous، لان يسوي لك anaphylactic shock allergic reaction يعني، وممكن يصير spreading بالهاي داتا سيست which can give rise to new cyst throughout the body. طبعا من يصير rupture و dissemination ممكن ينتشر ويروح لغير مكان، يصيب غير مناطق. كdiagnosis السان والسمتم هي كأنه benign slowly growing tumor، وش اكو؟ eosinophilia، فتلقي slowly growing tumor و eosinophilia تشك انه هو هذا الشخص عنده شنو؟ عنده هاي داتا سيست. زين اكو تيست يسموه intradermal Cassoni test with high data fluid is useful. نجيب هذا الفلويد ونسوي intradermal injection ونشوف اذا صار allergic response، معناته هو شنو؟ صار له encounter ويا الباراسايت سابقا وعنده هذا التيومر او السيست العفو، فصار هذا الرياكشن، فممكن يساعد. شلون التي بي تيست؟ احنا بالتي بي همين اكو
تيست المانتوكس هناك بالتي بي يسموه المانتوكس تيست، هنا يسموه الكاسوني تيست. طبعا البوليمينري سيست والكالسيفاي سيست ممكن شنو اكس راي، اذا باللنج شاك انه باللنج اكس راي، ممكن الى انتي جين انتي بودي سيرولوجي انتي بودي against the high data fluid antigene have been detected in a sizable population of infected individual by ELISA and heme agglutination test. ممكن سيرولوجيكال تعتمد على انتيجين انتي بودي، اكيد اكو انتي بودي ضد السيست هذا، فممكن نسوي له ديتكشن بالإلايزا اللي هي الانزيم لينكد اميونو اساي والاجلوتينيشن. تريتمنت اند كنترول، طبعا الهاي داتا سيست احنا قلنا ينتقل عن طريق الايج، اكو في بعض الاحيان حالات نادره كلش مثلا قصاب وهذا الخروف مثلا ديقصب بالخروف وكان هذا الخروف عنده مصاب بهاي داتا سيست، فممكن بسبب التروما يصير رابتشر للسيست، واذا كان هذا القصاب مجروح زين عنده جرح، فاذا هذا الفلويد اللي طلع من السيست راح للجرح ممكن ينتقل البروتوسكوليكس تنتقل وتصيبه، يعني مو عن طريق الايج، ممكن بهاي الطريقه لكن هاي نادر. طبعا التريتمنت هو السيرجيكال ريموفال، افضل تريتمنت اوف تشويس هو السيرجيكال ريموفال زين، بس لازم قبل لا يسوون سيرجيكال ريموفال لازم يسوون ان اكتيفيشن للهايداتس الساند باي انجكتينج ذا سيست وذ 10% فورمالين on its removal within a few 4 to 5 minutes. اني احنا قلنا اكو ريسك وخطوره انه اذا صار رابتشر للسيست يصير انافلاكتيك شوك، فانا لازم اسوي انكتيفيشن اله، انطيه فورمالين يقتله 10% فورمالين يقتله حتى شنو، حتى اسوي له ريموفال بعدين زين. وممكن استخدم البرازي كوانتيل الدراج، هذا البرازي كوانتيل ايضا، او ممكن شنو هنا الالبندازول ان هاي دوزز از ان الترناتيف. طبعا الالبندازول هنا طبعا هاي المعلومه هي مو صحيحه، الالبندازول نوت الترناتيف، الالبندازول هو الدراج اوف تشويس احسن من البرازي كوانتيل. اذا الدراج اوف تشويس للهايداتيسس هو الالبندازول زين. طبعا احنا التريتمنت اوف تشويس هو السيرجيكال ريموفال، هاي متاكدين من عندنا من عنده treatment of choice هو أشيله، لكن إذا ما كبديل للسيرجيكال ريموفال يا دراج يا كيميكال of choice هو الألبندازول، أفضل من البرازي كوانتيل. ممكن نستخدمهن، نستخدم الألبندازول وبعدين نسوي ريموفال حتى نسوي inactivation، أو ممكن لا بس ننطيه زين. إذن treatment of choice هو السيرجيكال ريموفال زين، لكن ككيميكال دراج الالبندازول هو هنا مكتوب alternative، لكن بالحقيقة هو الدراج of choice أحسن حتى من البرازي كوانتيل. preventive measure involve avoiding contact with infected dogs and elimination of their infection. طبعا احنا نعرف الدوغ هو الهوست، العفو الدوغ هو definitive host، فنقدر نقول ان نتجنب الدوغ حتى نكون نتجنب الانفكشن. هذا هو الإكنوكوكس جرانلوزز. أكو في الشيء أكو باراسايت يشبه يسموه ملتي إكنوكوكس ملتي لوكيولاريس، يشبه نفسه بس يكون السيست مالته ملتي لوكيولار، يعني شلون أكثر من مو سيست واحد وإنما هيك بي أكثر من ملتي لوكيولار، أكثر من سنتر زين. همين تيبورن نفس الجرانلوزز، بس شنو فرقها؟ هذا المنطقة انتشارها بشمال آسيا وشمال أمريكا بس انتشارها. Very similar morphology and life cycle، لكن من هنا الانترميديت هوست الرودنتس، مو الكاتل والشيب، احنا نعتبر انترميديت هوست اله صح، بس هنا مو الكاتل والشيب الرودنتس. Human when infected with this worm نفس الهايداتيسيست نفس السيمتوم كأنه هو نفس الجرانلوسس، بس تكون ملتي لوكيلر بها أكثر من تشامبر، متعددة التشامبرز ملتي لوكيلر. هذا ريزيستنت ما يفيدني برازي كوانتيل، فشنو أنطيه؟ البندازول. سيرجري نفس الشيء هو أفضل شيء، والرودنت كنترول البريفنشن، هناك البريفنشن كان نتجنب الدوغ زين،
هنا نحاول نتجنب الرودنس. ليش؟ لأنه هي هم فد مصدر تعتبر نفس اللايف سايكل مالتي لوكيولاريس. الديفينيتيف هوست نفس الديفينيتيف هوست، وممكن لا ممكن تكون يعني زين ال بس اتاكد من معلومه اخوان، الديفينيتيف هوست هم الدوغ لو هنا تعتبر الفوكس. خلي اشوف بس هاي المعلومه ما متاكد منها. بس ثواني الفوكس بالضبط الثعالب هنا ما انه احنا قلنا تعيش شنو بالمناطق الشمالية اللي هي الجليدية وغيرها بنورث امريكا نورثن بارتس اوف اسيا، فهنا ما يكون الدوغ هو الديفينيتيف هوست، الفوكس زين الثعالب هو الديفينيتيف هوست. نفسه الادلت ستيج يكون داخله تطلع الايج والايج تصيب، لانه تصيب الاذر ديفينيتيف هوست زين، ممكن تصيب اذر ديفينيتيف هوست اللي هي ممكن هنا البيجز. شوف يعني ها بعض الفروقات، فروقات بسيطه انه الانترميد عفوا يعني ايش قلت الديفينيتيف هوست قلنا الفوكس، الانترميديت هوست ممكن احنا ممكن الرودنتس زين القوارض هاي انترميديت هوست، ممكن ذولا ايضا الهورسز والبيجز ايضا كلها هاي زين انترميديت هوست بالاكنيكوكس مولتي لوكيولارس. على الصورة تشوفون فروقات الديفينيتيف هوست الفوكس وانترميديت هوست احنا والرودنتس والبيجز والهورسز زين، اللي تكون بينا احنا دائما اللارفال ستيج اللي تكون للسيست زين. هاي السيربرال هاي الهايتي تيدوسز يعني هذا السيست شوفوا كبير يوصل 30 سنتيمتر، هاي سيربرال يعني بالبرين زين اللي ممكن يسوي لك ابيليبسي. هذا الهاي داتا سيست مثل ما تشوفون داخل البروتوسكوليكس، هذا سيست داخل البروتوسكوليكس زين. هذا الايج اكنوكوكس جرانلوزز ايج، هذا الادلت زين، هذا الادلت وين داخل السمول انتستين مال الدوغ، هاي داخل السمول انتستين مال الدوغ ملتصقه بها عن طريق السكرز. وهذا الملخص للاكنوكوكس جرانلوزز. ديفينيتيف هوست قلنا الدوغ الولف الاذر كانيد هذا هو الديفينيتيف هوست دوغز والولف. الانترميديت قلنا من الهيومن والشيب والكتل واللايف ستوك ذولا. الانفكتيف الايج الامبريونيتد ايج بالفيسز. الدايجنوستيك طبعا هو السيست نفسه نلقاه بالليفر وباللانج. بالايمجينج ستدي نلقاه يعني نسوي اكس راي لللانج وغيرها حتى نلقاه. باثوجينيك ستيج من اللي يسوي لك الديزيز هو السيست نفسه او الساند هذا البروتوسكوليكس اللي موجوده به. الساند هي اللي ممكن هي اللي تسوي لك الانافلاكتيك رياكشن، فهي السيست نفسه هو الباثوجينيك ستيج. الترانزميشن ما تقلنا الايج، الايج اللي يعني اما احنا ناكلها زين المان او الجريزنج ذن الفارم انيمالز. والباثولوجي سوي لك الهايداتد ديزيز. هنا تخلص بالتوفيق.